برحب بيكم يا جماعه واهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم نصائح وتحذيرات للطاقه العاطفيه او القراءه العاطفيه لبرج العذراء لشهر يونيو 2023، وخاصه هنتكلم النهارده عن طاقه العزاب وطاقه المنفصلين، يعني الناس اللي ما عندهمش بارتنرز في حياتهم. قبل ما ابتدي في الفيديو بليز تقولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، ودايما اي قراءه هنبتدي برج العذراء يليها برج العقرب يليها برج التاني يليها برج على حسب الابراج الاعلى نسبه مشاهده. فالنهارده هنتكلم عن الطاقه العاطفيه للابراج المنفصلين، يعني الطاقه دي مش للمرتبطين، يعني مش للمتجوزين مش مخطوبين، لا دي الطاقه اللي هو شخص مش مرتبط ارتباط رسمي او مفيش حد في حياته. طيب قبل ما ابتدي في الفيديو قولوا لي بكره لازم تتفرجوا يا جماعه على الحلقه بتاعه الستات على قناه النهار، قناه النهار العامه الساعه 3 على الهواء مباشره، على هواء مباشرة ايه قصدي الحلقة المسجلة الساعة 3 حلقة الستات مع مفيدة وسهير جودة، هتعجبكم جدا. عايزاكم تاخدوا صور وتبعتولي على الانستجرام وتعملولي منشن عشان اعمل لكم منشن باك. طيب برج العذراء، انا شايفة ان الفترة الجاية هي فترة عاطفية قوية بالنسبة لكم، وخاصة بعد يوم 10 يوليو بعد 10/7، يعني انت افضل من بعد يوم 22 عاطفية اوكي. طيب ولحد يوم 6 طاقتك العاطفية كويسة، ممكن تبقى تحس شوية مشاكل عاطفية في النص كده. طيب ممكن تبتدي الشهر بارتباك شوية، بحيرة، بلخبطة، بطاقة انتظار، كأنك منتظر الحب. أنا شايفاك يا برج العذراء يعني متشوق إن أنت تحس بالحب، عايز تحس تشعر بالحب، عايز تحس بطاقة حب، عايز حب حقيقي يدخل حياتك، فأنت من الأبراج المهتم إن أنت تعيش قصة حب قوية جدا جدا. فانا شايفه ان انت هتقابل شخص فاينل يا برج العذراء، يا اما المنفصلين عندك تو اوبشنز، ممكن يجيلك شخص جديد، شخص قديم يبقى عايز صلح، عايز يقرب منك تاني، عايز بدايه جديده، عايز يرجع العلاقات تاني زي ما كانت، وفي على فكره الدلو كمان عنده رجوع. طيب يا اما شخص جديد او الاثنين مع بعض، ممكن يجيلك شخص جديد وشخص قديم، شخص قديم يبقى عايز يرجع لك. فانا شايفه في حيره، للاسف برج العذراء عنده حيره ما بين شخصين عاطفيا، يعني هيجي لك شخصين، الشخصين دولت كل واحد فيهم هيعرض عليك الحب، ففي حيره، في ارتباك، في قرارين، في اختيارين عندك يا برج. ممكن يكون اتنين جداد، ممكن يكون اتنين قدام، بس عندكم طاقه اختيارات كتيره، يعني اوبشنز كتير يا برج العذراء. وممكن تحس ان انت محتار، ان انت مش فاهم، قلقان، مش عارف تختار، فعندك اوبشنز كتيره يا برج العذراء او اختيارات كتيره. طيب صفات الشخص القادم لحياه برج العذراء لو كنت منفصل او كنت عازب، قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، لو بتتابعوني من جوه وان سبيس اعملوا لايك، لو بتتابعوني من بره وان سبيس اعملوا لاف. طيب صفات الشخص القادم لحياتك، رقم واحد هو شخص غامض جدا، شخص يعني مش بيبين مشاعره بسهوله، شخص مش بيتكلم كتير، هادي، ساكت، عاقل جدا، رزين، ناجح على فكره، شخص طموح وناجح، من صفاته انه شخص طموح وناجح، اجتماعي جدا، عنده كونكشنز، يعرف ناس كتير، الناس بتحبه، شخص محبوب على فكره، انرجيتك، عنده طاقه حلوه، نشيط جدا على فكره، شخص مش كسول، بالعكس بيحب الرياضه، جيمناستيك، يعني بيحب الرياضه، بيلعب رياضه، رياضي جدا جدا، والجيم او الرياضه حاجة مهمة جدا جدا في حياته. ممكن تتعرف عليه عن طريق صديق، او تعرف عليه في مكان بتروحه كتير يا برج العذراء، انا قلت الموضوع ده كتير جدا، او هتعرف عليه عن طريق صديق مشترك، هعرفكوا على بعض. الشخص ده هيعجب بيك من النظرة الاولى، وهيبقى عايز يطور العلاقة معاك، عايز يطور الاعجاب ده الحب، يعني هو هيتعرف عليك وهيعجب بيك وهيبقى عايز العلاقة تتطور الى حب، وان الاعجاب ده يزيد. يعني ممكن على فكره يكون صديق وعلاقه الصداقه تتحول لمشاعر وحب، يعني شخص انت هتعرفوا بعض تبقوا صداقه في الاول، او جاست فريندز، او جاست معارف، بعد كده العلاقه دي هتتطور. بس انا شايفه ان في طاقه حب حقيقي بينك وبين الشخص ده هتطرح يا برج العذراء، شايفه طاقه ابراج مائيه قويه جدا جدا، يعني شخص ممكن يكون برج الحوت، برج السرطان، او برج العقرب، ممكن كمان يكون طاقه برج ترابي، تور او جدي او عذراء، دي اكتر الطاقات الزهراء، يعني اكتر الطاقات الزهراء اما ترابيه اما مائيه. طيب هو بيشوفك ازاي؟ بيشوفك ان انت اتراكتيف جدا، بيشوفك ان انت شكلك حلو، بيشوفك ان انت على طبيعتك، ان انت شخص تلقائي، ان انت شخص حقيقي، ان انت شخص مش فيك، بيشوفك ان انت مختلف، بيشوفك ان انت بتشده، والشخص ده بينك وبينه مسافات كبيره، يعني هو مش ساكن قريب منك، يعني بينك وبينه في مسافه،
ممكن يكون من بلد تانية، ممكن يكون مدينة تانية، ممكن يكون بيتك بعيد عن بيته، بس انا شايفه في مشاعر حقيقيه هتتولد، وان انتوا في الاول مش هتبقوا واثقين في بعض، او في حد فيكم قلق من العلاقه، في حد فيكم عنده طاقه ارتباك، قلق، عدم ثقه في التاني، بس العلاقه هتتطور. وشايفه ان الحب ده حب حقيقي وهيتطور الى علاقه حب رومانسيه، وانا شايفه ان العلاقه دي فيها بوتنشلز يعني. اوكي طيب، الشخص ده كمان انتقادي جدا، ممكن يكون زيك برج العذراء، لان هو ما بيعجبوش حاجه خالص، يعني perfectionist ومحلل رائع وذكي جدا جدا على فكره، عنده ذكاء اجتماعي قوي. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، وثانك يو كل الناس اللي بيقولوا لي احنا مستنيين الحلقه. بكره بكره يوم 31 مايو، اخيرا مايو بيخلص اخيرا 2023، الحلقه بتاعتي في برنامج الستات على قناه النهار مع مفيده الشيحه مع سهير جوده، ان شاء الله هتكسر الدنيا وتعملوا لها شير كتير كتير بقى، اتفرجوا عليها واعملوا بقى منشن كتير وكده يعني. طيب الشخص ده هيبقى عايز يقرب منك، عايز يعرفك اكتر، عايز يدخل حياتك، عايز يقتحمك، وهو بيشوف صفات كتير حلوه فيك، هو بيحب ذكائك، بيحب طبطك، بيحب حنيتك، بيحب رومانسيتك، بيشوفك رومانسي، مع ان الناس كتير ما بتشوفكش رومانسي، الشخص ده هيشوفك رومانسي. وهو هيقع في حبك يا برج العذراء، هو هيحبك الاول، يعني هو يعجب بيك الاول، وانت اول ما تشوفه تعجب بيه، يعني شايف في حب من النظره الاولى يعني. والشخص ده لو هو من الماضي هيبقى عايز صالحك، عايز علاقه، يجدد العلاقه، عايز يعتزلك، عايز العلاقه ترجع تاني زي الاول، وعايز يعبر عن مشاعره. طيب ماي ادفايس ليك يا برج العذراء، اسمح للشخص ده بالدخول في حياتك، اديله فرصه، اسمعه، ما تجريش في العلاقه، خليك هادي، خليك متوازن، ولا تتقل عليه قوي فتطفشه، ولا تدلق عليه فتطفشه، يعني خليك في النص. التقل الزياده غلط، والاندلاق غلط. بس الشخص ده هيبقى عايز العلاقه تاخد نكست ستيب، او عايز تطور في العلاقه. على فكره الشخص ده مستواه المادي كويس، من احد صفاته ان هو ماديا عنده فلوس كويسه، بيشتغل في شغلانه كويسه، اجتماعيا وماديا هو اعلى منك بشويه برج العذراء، او يكاد يكون زيك. بس انا شايفه ان في حد فيكو عنده حيره، انا شايفه ان انت عندك حيره يا برج العذراء، عندك اختيارين، عندك طريقين، عندك في حيره في الحب عندك يا برج العذراء. بس انا شايفه ان عندكم بدايه جديده في الحب، مليانه تفاؤل، مليانه طاقه ايجابيه، وانت يا برج العذراء هتبقى حابب الشخص ده وهتبقى منجذب ليه. مش سهل اصلا اي حد يعجب يجذب برج العذراء. الشخص ده على فكره هيبقى، لو هو راجل هيبقى طويل، لو هي ست هيبقى جسمها حلو، او الشخص ده بيحب الرياضه، او شخص رياضي فجسمه حلو، عنده جسم حلو يعني. طيب الحاجه اللي عايزه اقولها، ان انت حتى لو انت معجب بيه قوي ما تدلقش عليه يا برج العذراء، سيب كده سبيس يعني، بلاش تدلق عليه كده فبرج العذراء ما بيصدق يلاقي حد. لا، خليك متوازن، ما تجريش وراه، اتقل شويه بس برضو ما تتقلش بالزياده، خلي العلاقه متوازنه، التوازن، البالانس. وخليك don't be someone else، خليك على طبيعتك، اديله الحب يعني، عبر له عن مشاعرك بطريقه سلسه، بطريقه حقيقيه، وخليك حقيقي، don't be fake. الشخص ده بيكره الناس الفيك على فكره. بس انا شايفه ان انت عندك حب حقيقي برج العذراء، في حد هيقدر قيمتك. انا شايفه ان هو اكتر شخص جديد، في ناس بيقول لي قديم ولا جديد، انا شايفه ان هو شخص جديد اكتر، بس هيبقى في شخص قديم برضو في نفس التوقيت، يعني في شخص قديم دفنت لي هيرجع لك من الماضي، ممكن يكون شخص غير الشخص ده. الشخص القديم ده هيبقى عايز بدايه جديده، عايز يتعرف عليك، عايز يقرب منك، عايز يتعرف عليك من اول وجديد، عايز تقربه، عايز يشاركك مشاعره، عايز يصالحك، عايز يعتذرلك. ففي شخص برضو قديم جاي من الماضي. لو حسيت بالحيره ما بين شخصين يا برج العذراء، ما تخدعش الاثنين، يعني ما تعملش الحركات دي. تعمل ايه بقى؟ تخليك بالانس، يعني خليك فريند مع ده وده، لحد ما تحس ان في حد كفته بالطب، ساعتها اعرف ان هو ده الشخص المناسب، او قرر انت عايز ايه. بس ما تعلقش شخصين في حياتك يا برج العذراء. قولوا لي يا جماعه تابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه، بتحبوا نتكلم عن ابراج ايه، الطاقه الرومانسيه وطاقه الحب لشهر جون. اديكوا اوبشنز، برج العقرب، بس بقى خلاص بقى امشوا، برج الدلو، برج القوس، برج الثور، برج الجدي، برج الحوت، دولة الابراج الاقلام. يلا جو، معلش يا جماعه الكلاب عماله يو يو اول. يا جماعه احنا عاملين كورس للتخاطر الروحي وقانون الجذب. الكورس ده للناس اللي بره مصر ليهم كورس، والناس اللي جوه مصر ليهم كورس. حجز الكورس ده ابعته على الايميل. الكورس ده بيبقى تقريبا يوم في يوم واحد يعني، والفيز بتاعته لطيفه جدا. اي حد حابب يحجز الكورس هيتعمل على زوم، بليز يبعت على الايميل، وان اوف ماي تيم هيرد عليه. وكمان لسه متاكده ان انتوا عاملين لي فولو على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى
كل مواقع التواصل الاجتماعي. لو هقول نصيحة لبرج العذراء، افتح قلبك يا برج العذراء، اعملوا لو اوف اتراكشن، عندكم طاقة روحانية قوية جدا جدا، اللي هتتخيله وهتحلم بيه هيحصل يا برج العذراء. كيب بوزيتيف، خليكم متفائلين، ابعد عن الطاقة السلبية، اهتم بنفسك، حب نفسك، انت اعرف قيمة نفسك، عزز ثقتك في نفسك يا برج العذراء اللي ممكن تكون اتهزت الفترة اللي فاتت. عندك اعداء نجاح كتير جدا، ركز في شغلك، بلاش تخالف اي قوانين لان عندك اضواء كتيرة قوي، بلاش احضر على علاقتك مع المسؤولين او مع شخص عنده سلطة عليك، ممكن يكون اب او ام او مدير او شخص عنده نفوذ، احذر كويس جدا جدا يا برج العذراء. طيب الشخص ده ممكن يكون برج ايه؟ ممكن يكون برج الحوت، او ممكن يكون برج العقرب، او برج الاسد، او برج الثور، او برج الجدي، او برج العذراء زيك، او برج السرطان، او ممكن يكون كمان برج، بس في حوت قوي قوي، في عذراء جدا، في ممكن يكون برج ميزان برضو، او ممكن يكون برج الحمل، او ممكن يكون برج الدلو، او الاسد، او الحوت مره ثانيه، في حوت قوي قوي، جدي جدا، ثور جدا. طيب انت تبقى جذاب جدا، عندك كاريزما، عندك باور حلوه يا برج العذراء، استغلها، اشتغل على نفسك، طور من نفسك، العبوا رياضه يا برج العذراء، الشخص ده رياضي فبيحب الناس الرياضيين، في هاف تو جو تو ذا جيم. علاقه ممكن يحصل فيها صحيح فتره كده ارتباك او زعل او خصام، بس هترجعوا تاني لبعض. الشخص ده برضو من صفاته ان هو بيحب يساعد الناس، او هو شخص كريم، او شخص معطاء، او شخص معطاء يعني كريم، بيبسط وهو بيساعد الناس، شخص عنده إنسانية على فكرة الشخص ده. بس انا شايفة العلاقة هتتطور، معرفة ثم صداقة ثم اعجاب ثم حب، في تطور في العلاقة دي. قولوا لي يا جماعة بتتابعوني مدينة ايه وانتو برج ايه، وبليز قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. Thank you برج العذراء for always supporting me. ويا جماعة اتفرجوا على الحلقة بكرة. Thank you كل الناس بيقولوا لي nice makeup. بصراحة هو قناة النهار ايه ده، قناة النهار هم اللي عملوا لي الميكب، بجد المكان بتاعهم شاطر قوي. I like my eye، رسمة الايز بتاعتي، مش انا اللي حاطة الميكب، مش انا واحدة بتقولي nice makeup how did you do it not me يا جماعة. Thank you. I love you. Bye. مع السلامة.